السلام عليكم. اليوم راح نشوف المشروع نتاع الحديقة العمومية الكبيرة اللي هي قيد الأشغال في حي الأعمال بباب زوار، وهنا نشوف فيها بدأت تتشكل الملامح نتاع هذه الحديقة. ما بقى يخص غير الأشجار، ولازم تكون أشجار كبيرة وماشي غير النخل، تكون فيه أشجار تاع اللي دير الظل، بدون ذلك لن تكون فيه أي حديقة بدون أشجار. إذن خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم.